تكلمت على انواع السكر، تمام؟ تمام. ايه بقى اخطر نوع فيهم؟ اخطر نوع فيهم طبعا احنا لما قسمنا السكر، السكر عباره عن سكر اولي ده بيمثل 95%، وسكر ثانوي ده بيمثل 5%. السكر الاولي وهو المشهور في حاجه اسمه، في نوع منه اسمه تايب 1، او السكر المعتمد على الانسولين، او سكر الاطفال، لانه بيصيب الاشخاص اقل من 30 سنه، وبيصيب الاطفال حديثي الولاده، او الاطفال ما بين الاعمار المتفاوته في السن وكده، فبيجي في اقل من 30 سنه يعني عموما، ممكن يصيب اكبر من كده، ولكن ده المشهور فيه. يعني تمام. ده هو خطير، لان هو بيكون بسبب نقص غياب هرمون الانسولين، بيحصل خلل في خلايا بيتا في البنكرياس اللي هي مسؤوله عن افراز هرمون الانسولين. تمام. فده بيحصل خلل في الخلايا دي، فبيقل افراز الانسولين. طبعا الاعراض بتاعته بتكون شديده جدا، المضاعفات برضو بتكون خطيره. تمام. علاجه بيكون بالانسولين بس، يعني الاكل والانسولين والتمارين الرياضيه والحاجات دي هي علاج السكر من النوع الثاني. بخصوص المضاعفات، تمام، عاوز اوضح لحضرتك ان هو ملوش برضو علاقه بالعامل الوراثي، او يعني مش مشهور فيه ان يكون مثلا الوالد او الوالده او احد اقارب العيله عنده مثلا سكر هو من النوع ده مخصوص، التانيين يجي لهم لا، مش شرط، هو مش متعلق تعلق تام بالعامل الوراثي. يعني حضرتك حابب توضح ان مرض السكر ملهوش دعوه بالوراثه، يعني النوع ده بالذات اللي هو النوع المعتمد على الانسولين، او اللي بيحصل فيه خلل في خلايا بيتا في البنكرياس اللي بتطلع الانسولين.